Hold up, I am on my way, I'm in motion. شايفين الجو يا جماعة؟ جو السفر. قاعد احنا قاعدين نخترق السحاب ترى حرفيا. طبعا زي ما قلنا لكم بالفلوق الاخير ان اليوم يوم السفر ومسافرين على ايطاليانو حبيبي سينيوريتا جراسيا. جراسيا هذا اسباني ولا ايطالي؟ لازم نتعلم اللغه حقهم. لغتهم مره حلوه. اعشق اللغه الفرنسيه والايطاليه. احسها كذا لغات رومانسيه, لغات جميله. اونو دوس تريس كواترو بس سينيوريتا لين اربعه بس جراسيس. احفظ ان عشره تعب نفسك شويه. والله هذا اللي حفظته يا امير, هذا اللي طلع معايا صراحه. طبعا يا جماعه الطريق راح يكون ساعتين و17 دقيقه بس ما راح نوصل وقتها على ميلان, راح نوصل على مدينه صغيره يس اللي اسمها السويسريه الايطاليه والله ما ادري ايش اسمها صراحه. يا جماعه الجو ما يمزح مطر. تعال شوف درجه الحراره هنا كم. وين ورينا؟ 9. والله انا اقول ايش كذا برد. طبعا زي ما قلنا لكم بالفلوق الاخير مفروض يوم السفر كان يكون امس بس لانه في بعض الانشطه ما مدانا نسويها, وامس كان مطر وتذاكر مباعت حرفيا لكل شيء, فاجلنا. قلنا ليش ما نروح يوم السفر نخلص الانشطه وبعدين نسافر. اصلا هذه المواعيد اللي حصلناها يعني في يوم السفر حصلنا مواعيد فخلاص عشان كذا حجزنا. مع الفكره عبد الرحمن اللي يبغالك تسوق بالكاميرا. والله انه الكاميرا اوضح والله. بالواقع ضباب ما يبين ولا شيء. السياره اللي قدامكم تشوفوها بالكاميرا كل شيء اصفى. والله كذا ترى في بحيره هنا على ارتفاع 2150 ما شاء الله. وهذه البحيره اللي بجنبنا شايفين بس مو مبين ولا شيء لانه حرفيا الحين قاعد تصير عاصفه هنا ورياح ومويه وكل شيء. يا الله يا عبد الرحمن والله توقيت سيء للسفر هذا. والله من جد والله مره توقيت سيء. الله يستر علينا والله دعواتكم لنا. ايش رايك نقعد بالله؟ والله ما والله شفت لنا مطاعم يعني. وفنادق ورا تخيلي. والله نقعد هنا نستنى ايش هذا مو مبين ولا شيء. نمشي نتوكل على رب العالمين ان شاء الله نوصل بالسلامه ان شاء الله. في يا جماعة كيف الجو صار صافي ليش؟ لأنه كنا فوق احنا ونزلنا دحين تحت السحاب. واو كنا فوق السحاب. السحابة قاعدة تنزل عندنا. اوه ماي جاد انتبه للطريق عبد الرحمن. شوي شوي احنا على جبل الحين قاعدين ننزل. الله يستر. وقفنا في الحدود السويسرية الإيطالية. باقي لنا يمكن 20 دقيقة ندخل إيطاليا خلاص. أيوة. بس قررنا ناخذ لنا سناكات من سويسرا لأنه صراحة الشوكولاتة السويسرية لا يعلى عليها. ما عليكم. شو العلم؟ بهدلة. إحنا لسه سويسرا. إيه شايفين؟ إيه. إنت بتشتري شوكولاتات؟ شوكولاتات أيوة. يلا. ناخذ هذه بالحليب. وناخذ هذه. اوكي. هنا غير. ليتس ما شاء الله. هذه الماركة موجودة في مراكز. ما أخذت هناك في سويسرا في إنترلاكن خلاص يكفي. والله تكفي عليك شوكولاتات. جزاك الله خير خيرين يا برنامج. تعالي تعالي. ايش؟ اللهجة بدأت تتغير أو اللغة. أيوه يتكلم إيطالي هنا لاحظته. أيوه والله قاعد يقول لي تشاو. وريني إيش اشتريتي؟ جبنا هذا ما أدري شو هو. أما هذا ما أدري شو هو. شوكولات. بعدين هذا آيس كريم. جبنا بطاط. هذا للطريق كله يعني. الطريق خلص الطريق باقي 50 دقيقة ونوصل. وجبنا الشوكولاتة السويسرية. طريق سوقنا وخلصنا. يلا نكمل طريقنا يا جماعة الخير. خلاص شويات ونوصل باذن الله. وصلنا الحدود الايطاليه. شايفين العلم الايطالي السويسري؟ وينه وينه ماني شايفه. اوه قدام فوق. يا سيدي صح. خلاص داخلين ايطاليا باذن واحد احد. ميلانو. دخلنا ميلانو. صرنا في ايطاليا. كوموسميتا. كوموسميتا ايش هذا؟ سباجيتي بيتزا. مارغريتا. افياس. فراري. يلا الحين لازم نسمع اغاني الايطاليه عشان ندخل بمود ايطالي. اوه ماي جاد انا بايطاليا عبد الرحمن مستوعب. يا الحماس. بكره جهز محفظتك لو سمحت لانه يقول لك الشبك في ايطاليا غير. وصلنا الفندق يا جماعة الخير. والله شكله فندق حلو صراحة. صح ولا لا؟ أهم شيء إنه مرة قريب من السنتر. شفت السنتر يبعد عن هنا بس 2 كيلومتر تخيل. والله إني كفو يا ولد. إي والله. أوكي يا جماعة الخير من هنا تدخلوا. هنا في غرفة ملابس. علقي ملابسك لمدة يومين. لا ما راح أفوت الشنطة. هذه هي الصالة. هذه هي الصالة. هذه كنبة. بس إلين حتنام في الكنبة. على بالي هذا سرير أنا انفجعت أنا ترى والله. دقيقة دقيقة في كيس هنا إيش هذا؟ كيوت. ويلكم عبد الرحمن. بسم الله. متى فنان؟ انا جبت والجوال. متى فنان؟ دقيقه ايش هذا؟ الاكو كهرباء طفت واحنا ما ندري. لا هنا في ايطاليا تطفي الكهرباء؟ ما ندري والله. عادي والله مصيبه هذه تطفي الكهرباء هنا. فلاش فلاش من جدك انت دحين متى تشغل فلاش؟ شغل فلاش. لا حول ولا قوه الا بالله يا جماعه الخير. هذه اميره ما عليكم منها. اوكي هذا فلاش حقي شغال. حطي ايوه كذا لصقيه هنا.
ايوه لا اوكي بس ما اشتغل شيء. تضغطي زر خلي الرجال يشوفون. اوكي لازم هذا مباشرة تحطيه مو تستني. الله يهديك يا اميرة. فشلتينا. انت ما كنت تعرف فشلتينا. وش النظام ذا الغريب اول مرة نشوفه. يا جماعة الرجال جاب الاغراض هنا. الحمام الحمام شكله كبير مرة. بلكونة هنا فيه ولا ايش؟ من جد كبير الحمام. تعال نشوف غرفتنا. هذه غرفتنا صغيرة والله شوية. صغيرة اصلا ما نحط هنا ولا شيء. حنام بس اغراضنا حتكون هناك. انت طول الطريق تفرجي من جد شورتات. المهم يا جماعه الخير خلاص احنا طفينا والله. ايش من فيو يا اميره؟ والله ما في شيء باين. بكره نوريكم الفيو. ايش فيه؟ تعال نشوف الليل والله. في بلكونه؟ ما توقعت انفتح. ما اكيد مقفلينه مستحيل. والله يلا يلا اقوى اقوى. هلا ايطالي جراسياس. واو او ماي جاد تحت القطار. والله احنا عاليين اليوم. او ماي جاد زعل حيكون. اي والله عادي عشان تصحصحوا بدري بكره وانا 5 الفجر راح اصحيكم. والله يا ويلي حبيبي هذه ايطاليا لازم نفصصها كذا تفصيص. يا جماعه نشوفكم بكره. تصبحوا على خير. وصباح الخير من البوفيه يا جماعة. طبعا صحينا ولبسنا وجهزنا والحين الساعة أميرة مصحيتنا من الساعة 8 فينا خرجنا الساعة 10. ما في فايدة والله ما في فايدة. تبي تحلل اليوم مظبوط؟ أيوة بحلل كل شيء. بشوف كل الأماكن. أبى أروح أجرب كل الأكلات اليوم. ما أدري عندكم 5 دقايق تاكلوا في أكل. طيب يلا نحن نسينا نقول لكم شيء. إن سني طاح. أيوه أمس إنها طاح. 3 أسنان طاحت في هذه السفرة. لازم هدايا. 3 أسنان. إيه لازم هدايا. طب أبشر إيش تبي؟ جيلاتو إيطالي. تعال نشوف إيش عندهم في البوفيه. إيش هذا جيلاتو؟ آيس كريم مرة طعم. كريم هنا في إيطاليا مرة أطعم آيس كريم في الحياة. بس إيش رأيك في البوفيه حقهم؟ والله حسيت نوع ما ضعيف صراحة. والله كل البوفيهات ضعيفة. أحسن إيه من الدولة الأخيرة اللي رحناها ذاك كان مرة مم. أي أيوة والله مع إنه أغلى واحد كان. أيوة. عندنا تركي معجنات مخبوزات. عاد الإيطاليين معروفين بالسباجيتي. ليه ما حطنا سباجيتي من الصباح؟ من جد حصلتي فاصوليا ولا لا؟ لا. سألت الإيطاليين ما حطوا فاصوليا. حسبي الله عليهم. أميرة الأجواء هذه بالله تذكرك بإيش؟ ما تذكرك بتايلاند؟ صح ولا لا؟ كذا خضار وكذا. أيوة ونحن نقعد نفطر برا كذا صح؟ والله والجو اليوم يجنن. 28 في سويسرا كان مره مره بارد صراحة بس هنا الأجواء ولا أروع. Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? No you couldn't stand tall. So why did you ايش هو هذا؟ معروف لا يعرف يا عبد الرحمن. ما ادري شو اسمه بس هذه اشهر ساحه هنا في ميلان وهنا الناس تيجي بس تتسوق يعني. اوكي يلا ان شاء الله. لعلمي. وهذا اهم مبنى عندهم صح؟ هذه الكاتدرائيه. كاتدرائيه ما ادري ايش اسمها. هم كنيسه يا جماعه الخير. كل البلدان هذه كنائس بس المبنى واقسم بالله فنان. شايفين كيف؟ تفاصيله رهيبه رهيبه. اميره دحين تقول لي ابغى استعد واصور في هذا المكان بس خايف احط الجوال بالستاند. هذه اخر وجهه ان شاء الله في نهايه الفيديو راح احط لكم الريل اللي اشتغلنا عليه في كل دوله زرناها. سوينا كذا ريل فراح احط لكم اياه في نهايه الفيديو عشان كذا تابع الفيديو للنهايه عشان تشوفوه. Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. Why didn't you call? تعال تعال اتوقع هنا في مغناطيس. انا متاكد انه هنا في مغناطيس مليون في المية. اي والله صح. يلا خذي وخلصي من جد عشان ما ننسى لانه هذه اخر دوله نزورها فلازم كمان نجيب مغناطيس. يلا 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 ندخل نشوف. الله اخذنا المغناطيس لهذا المبنى كنيسه اللي هي اشهر شيء مكتوب عليها ميلانو والعلم الايطالي كمان. ايه الوان العلم هنا. تعالي شوفي هنا تعالي. قاعده اتاكد هو نفس المكان اللي انا مسجلته عندي ولا لا. هذا شكله يبيع جيلاتو والناس بالطابور. أيوة عليه. قولي والله. أيوة يلا 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 امسكي طابور لو سمحت. امسكي طابور ولا دول كبيرين كيف؟ لو احد يقول له تعالي ولا جيبي شيء ولا حاجه ما تجري زي كذا. اي ايس كريم على طول. هذا مو ايس كريم هذا جيلاتو. هم معروفين هنا في ايطاليا بجيلاتو فاتوقع هذا واحد من افضل المحلات اللي يمديكم تشتروا لانه سمعت عليه مدح مره كثير.
يا جماعة بعد انتظار ربع ساعة انا عرفت هو المحل مو انه زحمة لانه لذيذ، ما ادري اذا لذيذ او لا، ما ندري. الموظفين بطيئين واثنين بس، اثنين على البال بيسووا الوردة، يشكلوا لك وردة لمدة خمس دقائق. وبعدين حسيتهم شوية وقحين الموظفين اللي هنا، ما ادري يمكن هذا المحل بس هنشوف. يلا نجرب. يلا يلا بسم الله استعلى. على البال ما سوت الثاني والثالث، شوفوا قاعد يدوب. يلا يلا بسم الله بسم الله بسم الله. اول مرة اتوقع، لا مو اول مرة. يلا ها والله صراحة الحقي قال لذيذ. والله والله هذا أكل هذا أكل آيس كريم، هذا ألذ آيس كريم أكلنا من يوم جينا هنا. لا صراحة أحلى آيس كريم جربته كان في سلوفاكيا. والله كان مرة لذيذ. بسم الله نبدأ الافتتاحية. أميرة تفتتح مشترياتها من إيطاليا. هذه الشنطة جديدة عبد الرحمن توها نازلة. كل شيء جديد أصلاً، إيش حتشتري؟ كل شيء كتكوتة صغيرة عشان ما أخسرك، يعني أخذت شيء صغير. ما شاء الله النظارة. الله الله ولد ولد ولد. أنا والله قلت له ما أبغى أشتري شيء، قلت له خلينا نمشي خلاص عشان نكتشف في المدينة. قال لي طيب ادخل شوف يمكن عندهم شيء مو موجود. أنت والله لك النال. مبروك مبروك. الله يبارك فيك. طبعاً بعد ما حاسبنا كمان أضفت شنطة بسرعة السريعة قبل لا يشوفني عبد الرحمن. الله يقطع بليسك. ايوه ايش الحركه هذه؟ والله ما ادري. يوقف القصه الصراحه وتدعك رجلك وبعدين كذا تصير غني ترى. لا كذا يعني انت حتلف العالم بشو اسمه ما ادري. مبروك مبروك مبروك. هذه شنطه خاصه، شنطه رقم 1000. الشنطه رقم 1000 بس مشكله اميره تشتري شنطه هنا تقول لي حط هذا في جيبك، حط هذا في جيبك، حط هذا في جيبك. لان الشنط اللي اخذها دائما تكون صغيره. والله اشتري شنط زي الناس. انبوكسنج معاكم. اخر حبه، اخر حبه للي تحبه. هذا اصدار جديد اول مره يسوي هذا اللون. شوفوا كيف مميز لونها، رمادي مره حلوه. كتكوته ما تشيل اشياء كثيره عشان كذا. يلا يلا مشينا. يلا خلاص والله مشينا يا شيخ، ورانا شغل كثير يا جماعه. انا طالعه من المحل قلت لها تعالي في شوزات هنا حلوه، تعالي شوفي شوزات. وشافت هذا. لا هو قال لها هذول، انا شفت هذول مره عجبوني مره عجبوني، بس هي جت هنا وشافت هذا وقالت لي لا هذا احلى. والله هذا الصمد الحلو احس اني راح له مزبوط، راح البسه دائما اسود يليق مع كل شيء وكمان مرتفع. خلاص حتاخذيه؟ يا خلاص الحرمه اخذت. ما شاء الله جايب الجهاز ما عندها يوم مرحبيني. هذا اشهر محل بيتزا هنا؟ هذا اللي يعني هو هذا هو اللي اخترع البيتزا؟ لا مو هو اللي اخترع البيتزا بس حنجربها هنا، هيقولوا انها مره لذيذه. وفي كمان مخبز ثاني اسمه لوينا اتوقع يبيع بيتزا مقليه، تخيلوا يا جماعه. بس كيف للاسف كيف كيف بيتزا مقليه؟ للاسف مقفل ما يمدينا نجربه، وكنت متحمسين اكثر من هذا. شوف كيف قطعتها وصل صغيره. حلو عشان يمديك تاكلها. اي والله من جد. واخيرا يا جماعه الخير حنجرب البيتزا على اصولها في بلدها. البيتزا الايطاليه في ايطاليا. أيوة ونشوف اي احلى هي ولا خير من انها يطلع يعني مثلا برا اطعم. كل شيء جاهز ترى، صارت مره كثير. تحطيم صراحه. بس الحجم او ماي جاد، عباره عن بيتزا كبيره هذه. من جد يعني هذه مثلثه واحده تخيلوا. فكره صار مو مره غالي، 9 يورو. والله مره يعني شويتين يعني. والله؟ يعني بسم الله. بجربها انا خلاص. انا ادور شيء مع الجبن. شايفين؟ شايفين؟ يقطعوا لكم اياها كذا قطع شكلها حاره. نديكم تاكلوها. والله مره حلوه. هو شايف النار. تفوز 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 تفوز. حبيت صراحه. انا زي ما احب العجينه تكون سميكه ومن تحت مقرمشه وما فيها نكهه صوص الطماطم كثير. يا 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 انا اعطيها 9.5 من 10 صراحه. انا 10 من 10. ايش رايك قالوا لي حلو؟ كم تعطيها من 10؟ 10. العافيه. والله إلين لقطت هذه الكوكنات على طول تنادي تمها. لأنه إحنا نمشي إحنا عيوننا كذا صح؟ إيه. إيش في؟ بطاقتك يا عبد. أما المهم يا جماعة زي ما قلنا لكم إلين لقطت المحل هذا على طول نادت أمها وتقول لها أنا أعرف الكوكنات تبيع في تايلاند في إندونيسيا. إيه غريبة بعدين شو عملوه معاملة الهوت شوكلت ولا إيش هذه؟ هوت شوكلت من يحط هوت شوكلت؟ مو كذا يسوي زي النافورة. فندق قصدك؟ أوكي يامي. يلا خذي واحدة لك وواحدة لي. جرب الكوكنات الإيطالي نشوف هو أطعم ولا التايلندي. أشوي ما طعم. والله ليش غريبة؟
يعني قرمش بس ما تحس. عشان كده دائما لما تشتري شيء اشتريه من بلده الاصلي. من جد والله الاجواء هنا مره رهيبه، وحظنا اليوم ان الجو مغيم، ما في مطر وما في شمس. اي والله يعني لو كان في شمس صراحه كان حيخرب الوضع صراحه. ايش رايك تقييمك لميلانو، احلى ولا باغي؟ شوف ما نحكم الحين، نحكم بكره، لانه اليوم لسه صارنا نص يوم هنا. ايوه بكره لسه نفصفص ميلان مزبوط. احس يعني يشبه بعض شويه، بس باريس انظف شويه صراحه. صح ولا لا؟ بالعكس، انه باريس الوسطى فيها فيراري ومدري، بس احنا شفنا انه باريس صارت مره نظيفه هيك بعد اولمبيات وكذا. يمكن نظفوها لمعوها. بس صراحه المكان هذا يجنن. اي والله حلو. اخذنا صور، اخذنا فيديوهات، راح احط لكم اياها الحين. Something missing in my soul, chasing highs, yet always feeling low. I remember how you looked, one hello and I was hooked. Found the missing piece that made me whole. True love don't come round very often. إلين مدخلانا هذا المكان، ما أدري إيش تبغى. إيش تبغين؟ مستر بيس شوكليت. وين مستر بيس شوكليت؟ وين أدور له هذا؟ وين ألاقيه إلين؟ ما في يلا مشينا، يلا خلاص. مسكينة ما حصلته. ورينا دموع، شوف ما شاء الله جايبة عربية، ما شاء الله يعني ناوية. هذه عربية بس عشان نحط أغراضنا فيها. يا شيخة تضحك علي. المتابعين من صينك على هذا المحل خصيصا. يس قالوا لي لا تقدر تروح. هو موجود توقع في اغلب اوروبا، بس انا نسيت اروحه فلقيته هنا واحنا ماشيين فجاه كذا. سبحان الله طلع لي. يا جماعه انتوا زعلتوني مره. ليش؟ عشان انتوا ما تقولوا لي المحلات حق الالعاب والهدايا. ايه لا مو هدايا، العاب شوكولاتات. ما شاء الله خلصت. والله الله 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 الله. قشيت برمونت. المحل جنن، عندهم بجايم، احلى شيء عندهم البجايم ما شاء الله عليك. قشيت الاخضر واليابس انا شايف. ما شاء الله ما شاء الله. هذه وين حتدخل الحين؟ يبالها طياره ثانيه. ما عليك ما عليك، انا عندي شنطه نص فاضيه لسه فيها مجال، عشان كذا انا قاعده اخذ راحتي واتبطل. ما شاء الله. شوف الرسمات هذه، إلين تبغى الرجال يرسمها زي كذا، فقررنا اننا نحطها هناك ونخليها يرسمها. فاكر لما رسموني انا في كيب تاون مره؟ اقول لك معلومه، اخواتي هم صغار يمكن في عمر إلين او اكبر شويه، في ايطاليا برضه نفس الحكايه. رجال عندهم صور لرجال رسمهم من زمان. واو كيف طلعت حلوه، اهم شيء مره حلوه طلعت. ان شاء الله يظبطك. ان شاء الله. اسمع اذا قدرت احطها احط لكم اياها، اذا ما قدرت عاد خلاص. تكون ذكرى كذا مره حلوه لإلين لها رسمتها من ميلانو. واو لولي، كان اي سي، يلا ورينا كذا. الله حبيت. هاي يا جماعه شكلي نفسي ولا لا؟ انت ايش رايك لولي؟ انا حسيت انك تشبه لك. والله صراحه رسمها مره كويس، والله احسن من حق جنوب افريقيا هذا. والله احسن، بس لو انه هلاها اكبر ملاها يعني واحد تكون احلى. بس والله انه فنان مره حلوه وذكرى مره مميزه. خليت اكتب هنا ميلانو وتاريخ اليوم. ايطاليا بدون مندوق السباجيتي الايطاليه، صح ولا لا؟ صح. طبعا دخلنا هذا المطعم ما ندري كيف اكلهم، بس كيف طلعت السباجيتي؟ انا ما قاعده اكل سباجيتي، قاعده اكل شيء ثاني. ايش؟ مكرونه نوع ثاني مع الاشياء البحريه هذه. طب ابغاك تدوقي السباجيتي حقي لين، تقولي لي ايش رايك؟ السباجيتي اللي انا اسويها احسن ولا هذه؟ متى سويت سباجيتي انت اصلا؟ والله ما ادري صراحه، بس ان شاء الله حسوي لك في المستقبل. طبعا هنا ياكلوا بطريقه مره كذا بروفيشنال، حتى لما غرفوا لي اياه فما اعرف الحين كيف اكله هنا. اوه ماي جاد. بسم الله.
شوية قاسية صح؟ ايش بك؟ كورونا شوية قاسية والله؟ والله غريبة يعني انا لما اطبخها يمكن هي الاصلية كذا شكلها كذا، انا لما اطبخها اخليها مهرية، هم لا خلوها كذا حتى شوية قاسية. اهم شيء طعمه ولا لا؟ والله صراحة طعمه، بس حسيت الصحن مرة صغير على سعره يعني، لانه احنا الحين في نص ايطاليا في نص ساحة حقهم، فبالشدة لقينا مطاعم كلها فل يا جماعة. هذا المطعم الوحيد طوابير يا جماعة الخير. اي والله عليه طوابير، هذا المطعم الوحيد اللي ما في طابور. قلت عبد الرحمن شوف الاكل ما يبشر بخير، قال لي لا روحي جربي، بس والله طلع لذيذ. يا جماعة الخير بكرة مسافرين وفي مصيبة صارت على آخر يوم، وفتح السيارة ما أدري وينه. أنا آخر واحد رحت السيارة حطيت الأغراض ورجعت، بس رحنا أماكن مرة كثيرة ما أدري وين حطيته. حصلناه يا جماعة الخير، قال لي حصلت الكي حقكم. والله يا جماعة مصيبة، بكرة رحلتنا حتى لو حيرسلونا مفتاح حيرسلوه من ألمانيا، يعني سيارة ألمانية. Thank you so much. في حد ضيع مفتاح سيارته؟ هذه جديدة. المشكلة مو هنا، على آخر يوم بكرة رحلتنا. يعني حتى لو حيرسلونا مفتاح ثاني حيرسلوه من ألمانيا، يبغى له يوم ولا يومين تخيلي. انا تخيلت اسوأ الاحتمالات اليوم، قلت بكره رحلتنا كيف راح نرجع الامارات واغراضنا في السياره. اغراضنا في السياره من جد، اصلا ما يمدينا نسافر، يعني احنا لازم نسلمهم السياره. وكيف لا ما يهمني، انا بحارب لهم السياره بس الاغراض اللي فيها جوا بقيمه السياره. والله يا جماعه الخير موقف اقسم بالله مره صعب. والله انفجعت، قربت من السياره لانه السياره هي تاتش، فاول ما قربت منها ابغاها تفتح ما هي راضيه تفتح، وحسيت جيبي فاضي ما في له شيء. قلت وين المفتاح؟ ادور في جيبي ورا قدام ما في، على طول عرفت انه طاح في مكان. انا قلت بس انا دائما بقول لك لا ما اصلا السياره ما تقفل اذا المفتاح جوتها. اول مره تصير لك صح انك تضيع مفتاح السياره؟ اول مره يلا لكل شيء بدايه.